السلام عليكم لا فامي، كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فلوق جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشي ندير التيست ديال كورونا، حيت انا مريح كونجي وعيطوا لي الخدمة على حساب التيست. غنمشي دابا ان شاء الله باش ندير التيست وغنشوف معايا. داكشي ملي ما كيواش هو كيديرونجي من الغارة هذه سالينا، نمشيو نشحر ونرجعو للدار ان شاء الله. نشوفو لكن شي غدا ولا نديرو غدا شي غدا واش اللي كاين الساعة. الشمشة طنطنا. ما وصل شيء اخوان، نمشيو دابا للدار ان شاء الله. احنا نسينا صور الدار كاع، خلي صور الدار في الطوموبيل. ها هو نمشيو دابا نتغداو نرتاحو شويه، شوفوا ديك الساعة اش غنديرو ان شاء الله. ماشي يلا نوصل للدار ونكملو. المهم انا دخلت دابا للدار، غنديرو شي غديوة ان شاء الله، غنديرو طاجين صوص طماط وكروفيت. شوفو وقت الصاد نختار بالعرك. المهم هانتوما شوفو معنا هادشي دابا ان شاء الله. احنا من بعد ما جيت من التيست ديال كورونا نجي نضربو بالغديوة ان شاء الله مثل ما دوك توجد فيها. عندنا هنا كروفيت، كروفيت بعقلو. على كاين اللي ماشي بعقله، كاين اللي ماشي بعقله. هذا ديجا ما كيكونش من الاول فهاد اللون، كيكون كري وكيتبدل الكولور ديالو. انا مسلوق، ياك مسلوق الجمبري ديال مصر. سلق شوف انايا مسلوق. هنا الثومه والربيع، هذا شنو هو؟ العطريه كامله. تبدل لي سميتها الخرقوم. الخرقوم، السكنجبير، التحميره، بزار، كمون. عندنا هنا لاصوص، درت شي 4 مطيشات تقريبا. نديرو البيض من فوق ولا بلاش؟ نطيبوه ونشوفو كيجي داكشي ونشوفو البيض. اوكي. المهم غتبدا دير في العطرية. البزار. البزار. غنزيد فيه شوية مغيزة حيت الحوت كيبغي يطلع هكا. هو حار شوية. الكمون. ضياء كتهلل علينا. اجي ضياء، نوريكم ضياء. سكنجبير. المهم العطرية كاملة، العطرية اللي كنديرو في الحوش غادي نديرها انا. المهم دير العطرية ورجع لكم، انا نوريكم ضياء. ها هي ضياء. سيري لي واجا عندي ديا. اشنو؟ يلا سيري 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 سيري. برافو. انا درت العطرية كاملة. دابا غادي نحط الثومة. جوج ثومة كبار هذا.
جوج دروس ديال الثومه كبار. راه كنت دايره شويه الربيع الاخر، درتو غير باش نزيدو من الفوق شويه تنسني بيه. صافي راه كنخلي هاد لاصطو فوق هاد شويه تتغلي. كيما نقيت الكروفيت ودرتو عليها وصافي، ديك الساعه نسكر نشوف واش غادي نزيدو البيض ولا لا. انا ما كندير لا حكمه حتى لا والو، بركة هاد العطريه. اه زيت الزيت، فكرتيني نشا ندير شويه زيت العود. زيت العود ونشم بسم الله صافي. اه والملحه يا خويا واقف حدايا ما تفكرنيش. لا كناكل انا صافي، ندير شويه الملحه صافي. تسحب لي راك حاضي معايا حاضي غالي، تيجي من الصوص بدون ايه الصوص. المهم بما دار شويه ديال لاصوص وبما نقات كروفيت نكملوا معكم. هاهي كتنقى الكروفيت دابا، راه غليظ شويه فوق هاد الشهر تقريبا ديال وقت الصغصيه. لا ماشي بزاف، بما تبدل لي اللون صافي باش ما ياخذش ليا الطياب بزاف في الطاجين. المهم تكمل هادشي كامل ونرجع ليكم. ما هو بعد ما نقاشو ملي كان مجلو فوق كيبان داكشي بزاف نقات مسخ، غنقطعو على جوج باش يزيد يبان بزاف. زيدو قطعو والدي على جوج عاوتاني. المهم البنا عطا البنا ديالو صافي. المهم انا ريحتهم غرقو في مطيشة، خليت هادي صايدة اللي جات فيه بصحته. المهم ها هو كيطيب، نزيد عليه دابا شوية ديال الربيع ها هو، خليوه يطيب والصحة والراحة. نزيد عليه البيض ولا بلاش؟ عطينا اسمع مع البيض، خلينا مشهية يجي فوق من البيض. المهم طيب الشيء غادي يجي فوق من البيض ونوريه لكم. المهم الطاجين ديالنا هو طاب، طوينا عليه بليلة، بقى غير البيض انت انا اللي غنتكلف بهاد المهمة هادي. بسم الله. هو دابا قبط قعدنا هنايا، درنا الروز طون ومايز وغادي نزيدو معاه مايونيز وصافي الغدا واجد. مايونيز وشوية زيت العود وليبزار، حتى هو ندير شوية الإبزار شاو باقي يبقبق. الكروفيتا والشزرة المهم الطاجين ديالنا وجد بارك عليه فحال هكا. تحط المدام دابا الروز العيمات كدا في الطباسل ونحطو داكشي في الطابلة وبالصحة والراحة. الغدا وجد وهنا حطيناه، أنا غنوريه لكم دابا داكشي اللي قسم الله كيف ديما. هاهو عندنا طاجين ديال الصوص كروفيت البيض، عندنا هنا روز طون مايس هادشي اللي قسم الله. بالصحة والراحة، نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم. ضياء ضحية حاليا بغات تشوفكم، هاهي ضياء كتشوف الطابلة تحطات صافي. أيوا المهم
السلام عليكم، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش ابوني بارطاجي وجيم ان شاء الله.